زين الحين لان تونا ما هذا بدينا العمليه انا راح ادش بعدين وقت اللي هذا تبي اناديك يدشونك وقت اللي الوقت المغطايه وغير حرج على قولتهم انا بس ابي اصورك وانت تلبس بالنظاره خلص تعال عندي موضوع بعد مع هذيل الشباب بدلوا تعال صور 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 مبروك على الروبوت اي الله معك فيك دكتور ضران تعال والدكتور عيسى امس سووا اول عمليتين بالروبوت الجراحي اهلا وسهلا شكرا فريق كويتي 100% مع طبعا الدكتور عادل خضر عميد كلية الطب صحيح صراحة برافو شكرا فيري هابي فيري هابي فيري هابي شكرا انزين شنو فائدة الروبوت؟ فوائد كثيرة اهم شيء بالروبوت اللي هو سلاسة الحركة هذا انزين طبعا اتس مينيمال اكسس يعني تدخل جدا محدود الفتحات ايش كثر قبل ايش كثر والحين ايش كثر الفتحات قبل كنا نفتح فتحات كبيره ايه بعدين قللناها بس الحين فتحه كلها على سنتي او سنتي ونص بالكثير يعني بالكثير فتحتين او ثلاث فتحات ممتاز الرؤيه فظيعه صدق والله جميله جدا جدا جميله فننتظرك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا رايحين حق التدريب الشهر الجاي وان شاء الله الله يسهل بالتوفيق ان شاء الله انتم كذلك انت لا كل شيء حقيقي ما عندنا تمثيل ها في اديتنج ولا ما في اديتنج لا في اديتنج زين شنو احساسك انت الناس لحقتك وراك تصورك شنو الباباراتي والله بيني وبينك اول يوم كان احساس غريب ايه بس الحين ايه الحين صار شنو الحين صار لا صرت متعود تعودت ان الكاميرا مشروع ممثل ومشروع هذه ايه راسك سيرجي ابوها جراحه صدري ابوها حق بس ما قصروا جزاهم الله خير الصراحه سلم وهو شرح جزاك الله خير ما قصر وايدين من الناس يستغربون ان اكو شيء اسمه تخصص جراحه الصدر بالاضافه الى تخصص جراحه القلب بالرغم ان احنا نشتغل اثنيننا في مكان واحد القفص الصدري ولكن جراحه القلب مسؤول عن معالجه القلب والشرايين الكبيره لمنطقه الصدر بالمقابل جراحة الصدر مسؤولين عن كل شيء ثاني شنو كل شيء ثاني؟ القفص الصدري الأضلاع الرئة بالإضافة إلى القصبات الهوائية الرئيسية والغشاء المحيط بالرئة المريء ورأس المعدة لأن رأس المعدة يصير داخل الصدر فهذه الأشياء اللي أهما يعالجونها جراحياً وبالمقابل احنا نعالج القلب والشرايين الكبيره فقط انزين هل لهم اهميه شوف ابتداء انا ما اقلل من اهميه اي تخصص كان كل تخصص يعتبر مهم ولكن بصوره خاصه جراحه الرئه والصدر مهمه بالنسبه لنا ليش لان اغلبيه المرضى اللي يجون يسوون عمليات القلب من المدخنين فدائما نجد ان المرضى هذيلي تكون عندهم مشاكل بالرئه ونستعين بجراحين الرئه والصدر على اساس انه يساعدونا في علاج المرضى هذول فانا اجد ان وجودهم مهم جدا في مسانده تخصص جراحه القلب حبيت انا اتكلم عن موضوع
جراحة الرئة والصدر، لأن اليوم قابلنا الدكتور ضرار والدكتور عيسى ضرار الشهاب وعيسى الغنيم، وتكلمنا عن حالتهم اللي سووها حق الروبوت بالتعاون مع الدكتور عادل الخضر عميد كلية الطب. والكثير من الناس دائما ينصدمون ان في تخصص لجراحة الرئة بالإضافة الى تخصص لجراحة القلب، وهم يسوون شيء واحنا نسوي شيء. فانا حبيت من هذا الباب كوننا ان احنا شفناهم اليوم بالتصوير ان نوضح الفروقات ما بين تخصص جراحة الرئة وتخصص جراحة القلب. في بعض الدول في العالم التخصص يعتبر تخصص واحد، يعني مثلا في أمريكا المتدربين يسوون جراحة القلب بالإضافة إلى جراحة الرئة، وبعدين أنت عاد في السنة الأخيرة تقول والله أنا بأركز على جراحة القلب بس هم بسوي جراحة رئة، أو إنه والله أنا حاب جراحة الرئة فراح أسوي معظم حالاتي جراحة رئة والحالات البسيطة تكون في جراحة القلب. ولكن في كندا مثلا على سبيل المثال هذا تخصص قائم بحد ذاته، وهذا تخصص قائم بحد ذاته، اللي يسوي جراحة القلب ما يسوي جراحة الرئة، والعكس كذلك اللي يسوي الرئة ما يسوي القلب. فحبيت أن أنا أنوه بخصوص الموضوع هذا.